هاد الوثائق اللي كتشوفوا في هاد الفيديو هي نموذج ديال مجموعه من الاعلانات ديال المكتب الوطني للتكوين المهني وانعاش التشغيل، كيعلن فيها عن الرغبه ديالو في تنظيم مباراه توظيف مجموعه من الموظفين في مناصب المسؤوليه، وذلك في عده مدن بحال مدينة طنجة، مدينة الرباط، مدينة أكادير وغيرها من المدن المغربية، وحدد آخر أجال لإيداع الترشيح هو نهار 12 يونيو 2024 على موقع recrutement.offpt.ma. أما الشروط فهي الشهادة أو الدبلوم اللي تكيخول لك الولوج للسلم 10 أي بحال الإجازة وما يعادلها، والخبرة ديال 3 سنين، ثم التمكن من اللغة الفرنسية، وكذلك التمكن من الإعلاميات، وضروري يكون العمر ديالك أقل من 45 سنة، مع التوفر على الجنسية المغربية. بالتوفيق للجميع، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.